أعلن وزير النقل اليوناني استقالته من منصبه على خلفية حادث تصادم القطارين الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا وإصابة حوالي 85 آخرين. وأعلنت الحكومة اليونانية الحداد الوطني الرسمي لمدة 3 أيام، وذلك في أعقاب هذا الحادث الذي وقع نتيجة اصطدام قطار ركاب متوجه من أثينا إلى مدينة سالونيكا الشمالية على متنه العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة، بآخر خاص بالبضائع قرب مدينة لاريسا بوسط البلاد.